كان هوندي معانا. وتحرير. احنا كنا امبارح صورنا من او في امبابه تحديدا في عزبه المفتي، وهناك كمان كنا رصدنا حاله البيوت اللي تصدعت، وده كان الخبر مع حسام لحضراتكم تتذكروا. كان معانا الاستاذ محمود عبد الراضي، وحاولنا ان احنا نفهم بالظبط ايه اللي بيحصل، طب ودور المحافظه هنا ايه، طب والمحليات وغيره. خلينا نروح نتابع بقى الجديد في هذا الموضوع ونرجع نكمل مع حضراتكم. هبوط أرضي تسببت فيه المياه الجوفية أدى إلى تصدع عدد من المنازل بمنطقة عزبة المفتي بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، مما أدى إلى إخلاء المنازل بقرار من رئاسة الحي دون توفير بديل سكني حتى الآن. طلعنا نجري، قالوا لك البيوت المباني الأرض مريحة من المجاري والمية اللي كانت فيها، المية الحلوة والمجاري، كانوا جايبين لنا لمعزة بتاعها بتشفط الأرض، مية من الأرض بتاعت مجاري عشان السدد. ببص كده لقيت لك حضرتك البيت كله بيتهز بينا، العيال طبعا صوتوا ونزلوا يجروا لتحت. كلمنا الحي وجه المحافظ وجه رئيس الحي وجه الدنيا كلها، وجات النجده وجات الشرطه وجه الغاز وجات الكهرباء، فصلوا الغاز وقالوا لنا انتوا تدخلوا البيوت، خلينا البيوت، وبعد كده قالوا لنا شيلوا العفش، شالوا العفش وشمعوا البيوت زي ما انت حضرتك شفت كده. هوت المحافظ راح مؤشر على الناس اللي قاعده في البيت، لغاني من الدور بتاعي، يعني انا يعتبر مش موجود، عايش بقالي 19 سنه، قسمت الجواز على هنا، وصل النور باسمي، الغاز باسمي. انا استاذ هم عاطينا اخلاء بالبيت اسبوع، الاسبوع ده بقى نروح فين؟ وبقالنا 3 ايام. نروح فين احنا بقى في الاسبوع؟ يعني ايه انزل اقعد في الشارع؟ احنا مش بنطلب عطف ولا شفقه من حد، ده حقنا كمواطنين. اختي حاجتها هتتجوز بعد شهرين، حاجتها اتبهدلت واتكسرت. هنروح فين؟ 9 شقق هنروح فين يا ابني؟ اقل شقه فيها الخمسه والسبعه والثمانيه، وفي عندي شقه فوق فيها هو واحد واخوه، هيروحوا فين؟ جت الناس اللي طلعي بره، بتطلع تروح فين؟ اطلعي ست، اطلعي ست، طلعنا بره وخدنا عزله منها من البلكونه، خدنا عزله ومشينا وسابونا. طب شوفوا لنا حل، احنا جايين جايين، كل شويه يجوا ناس ويمشوا، يجوا ناس ويمشوا، مش شايفين لنا حل، ودنا 3 مرات في الشارع، نروح فين؟ وينتظر سكان تلك البيوت الآيلة للسقوط تدخلا منقذا لوضعهم بعد أن تم تشميع منازلهم وإيجاد حلا مناسبا، إما بترميم تلك البيوت أو توفير بديل مقبول لهم يعوضهم عن سوء ما عانوه. من عزبة المفتي بمنطقة إمبابة، مينا مكرم، صباح أون. طبعا وضع محمد صعب جدا، وبتتكلم في 11 منزل و15 اسره تحديدا هم اللي تضرروا، احنا بنتكلم بالارقام تحديدا، فعايزين نعرف بالظبط الوضع، لان لغايه امبارح لما كنا بنقول الخبر كان وضع الاسر ان هم في الشارع، فايه الجديد يا جماعه؟ ايه اللي تقدم لهم؟ خلونا ناخد على التليفون سياده اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزه. سياده اللواء صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك، صباح الخير. وخلينا بس نروح مع حضرتك كده للحاله اللي احنا كنا بنعرضها والاسر اللي تشردت والوضع دلوقتي واصل لايه يا فندم؟ اتفضل. حتى واحده يا جماعه، انتوا مهولين الموضوع ليه؟ لا احنا مش مهولين حاجه يا فندم، هو الفيديو هو اللي اتكلم والتقرير مش احنا خالص. طيب ممكن اتكلم؟ اتفضل. اه طبعا. النهارده مين اللي قال ان هم 11 بيت؟ دي المعلومات اللي وصلت لنا يا فندم. لا 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 الكلام ده مش مظبوط. طب اتفضل قول لنا. القصه ان هم كانوا 4 بيوت، ال4 بيوت نزلنا احنا الدكتور بتاع الجامعه اللي المفروض هو دي شغلته عشان يشوف البيوت دي، 2 منهم هيتهدوا وتصلبوا من يوميها، والبيتين التانيين ما فيهمش حاجه، مع ذلك صلبناهم. الاثنين البيتين اللي اتفضوا دولت المحافظه اديتهم 500 جنيه لكل اسره علشان هيطلع يأجر شقة تانية في المنطقة. البيتين التانيين ما فهمش حاجة، التضامن الاجتماعي ادت 500 جنيه لكل أسرة من الأربعة، وادت بطاطين. الكلام ده من يوميها. من يوميها. إن هم اتشردوا، يا جماعة حرام. لا 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 سيادة اللواء معلش، مع احترامي الشديد لحضرتك بلاش الخطاب مع الإعلام دايما يا جماعة حرام، احنا الصورة النمطية اللي هي بتاعت الإعلام انه دايما بيهول، مع احترامي الشديد احنا عرضنا كلام الناس امبارح في التقرير، مش احنا اللي نزلنا وقلنا لهم يقولوا كده، الناس كانت في الشارع بتستغيث، يعني ده بالظبط اللي حصل، لا احنا لينا علاقة، لا احنا اللي قلنا لهم يقولوا، معلش مع احترامي، فاحنا بنكلم حضرتك عشان نفهم، فبلاش الخطاب ده سيادة اللواء مع احترامي الشديد. مع احترامي لحضرتك انا بقول لك على اللي حصل. طيب يا فندم، واحنا كنا بنقول لحضرتك على اللي حصل برضه، يعني 11 ايه يا جماعه؟
مين اللي قال ان 11؟ بس ست اللي هو معلش مش 11 يا ست اللي هو، حتى لو كان واحد فقط، حتى لو كان فرد واحد يعني، او مواطن واحد ينام في الشارع دي هنا مشكله. المشكله مش في العدد بس، اسمح لي بس يا فندم، المشكله مش في العدد، المشكله ان هم حتى الان مفيش ليهم بديل، مفيش فيهم مكان يقعدوا فيه. يعني التضامن الاجتماعي صرفت فلوس بطاطين، ده شيء جميل جدا، لكن هياخدوا الحاجات دي فين؟ هيباتوا في الشارع؟ ما هنا ده هنا السؤال، وفرتوا البديل ولا لا يا فندم؟ ما احنا قلنا، احنا قلنا ان احنا ادينا لكل اسره وهم اللي فضلوا كده. احنا بس هم لسه يا فندم في الشارع زي ما سمعنا في التقرير. يعني هم اخذوا البطاطين وقعدوا في الشارع، ولا هم اخذوا البطاطين وراحوا في حته يعني البطاطين باينه زي ما حضرتك بتقول، بس هم اخذوها راحوا بيها البيوت مثلا بديله ولا في الشوارع؟ انت حضرتك عايزه تتكلمي وما تدينيش فرصه. لا انا بسال السؤال وبترك لحضرتك الاجابه، بس لازم اسال عشان حضرتك تجاوبني. على حضرتك اتفضل. احنا قعدنا معاهم وخيرناهم. احنا عندنا البيوت موجوده في اكتوبر، رفضوا ان هم يروحوا اكتوبر، هم رفضوا موجوده فهم. عندنا طيب اتفضلوا خدوا كل اسره 500 جنيه اسكنوا في المنطقه، وافقوا على كده، اديناهم الفلوس. طيب يبقى لما نقول ان احنا سيبناهم في الشارع طب ازاي؟ يعني هم طلعوا امبارح، ده كان افتراء تقريبا الصوره اللي هم عرضوها. لا عشان بس نبقى عارفين مين اللي هنا الجانب الخاطئ يعني او المخطئ. يبقى الناس دي لما طلعت امبارح كانت بتتكلم وبتستغيث، يبقى هم ما كانش ليهم حق. تمام انا بقول لحضرتك تمام انا احنا بنحاول نعرض بس الصوره بشكل واضح، فكده حضرتك بتاكد ان الصوره دي غير حقيقيه. تمام طيب مش كده بس، احنا كنا موجودين والسيد المحافظ راح الصبح، وانا رحت بعد كده لان كان عندي اجتماع الصبح في حته ثانيه، جبنا الدكتور بتاع كليه الهندسه اظن دي شغلته، وجبنا بتوع الميه وبتوع الصرف الصحي، وقلنا لهم اعملوا، جابوا لنا المعدات بتاعتهم وكشفوا هالمنطقه فيها تسرب ميه ولا لا، قالوا لنا ما فيش ميه. طب كمان يعملوا جثات يدوي. احنا تفادعوا يعملوا جثات يدوي كمان. بس معلش المقاطعه سياده اللواء، يعني الصوره واضحه، الصوره بتتكلم. يعني احنا هنا حضرتك اكيد تابعت التقرير، في هبوط ارضي وشايفين الحوايط والمباني نفسها والشقق فيها ايه؟ فضينا البيتين. يعني فضيناهم. نعم يا فندم؟ احنا فضينا البيتين. طيب. طيب ما انا بقول لحضرتك على اللي احنا عملناه. طيب انا بس هسال حضرتك سؤال، حضرتك من شويه دلوقتي قلت ان احنا خيرناهم ما بين حاجتين، لا اما يروحوا 6 اكتوبر، واكيد ده طبعا خيار صعب جدا بالنسبه لهم ان هم اشغالهم وحياتهم في المنطقه دي، او تديهم عندنا. او كل فرد او كل اسره تاخد 500 جنيه، ليه ما حصلش هنا متابعه لتسكينهم يا فندم؟ يعني انا ممكن اسكنهم في اماكن مجاوره اماكن قريبه من الحي. انا ما بسكنش يا بيه. انا ما بسكنش، او اتابع حالتهم على الاقل، اتابع حالتهم يا فندم، مش التسكين بمعنى انت تروح. ده اللي حاصل، ده اللي حاصل هناك. المفروض ان رئيس الحي موجود وسايبين واحد هناك. يعني دي وظيفه رئيس الحي هناك طبعا. وهو بتابعهم دلوقتي، والمفروض لو احنا عايزين نسال هم يعني هيرجعوا بيوتهم او يسكنوا في شقق بديله، هنسال هنا رئيس الحي. هتقولنا رئيس الحي يا جماعه بعد اذنكم بعد مكالمه سياده اللواء على التليفون. تمام، نشكرك سياده اللواء جدا، سياده اللواء علاء هراس نائب محافظ الجيزه. نحاول نتواصل مع رئيس الحي، لان احنا بنحاول وده دورنا في الاعلام، وهنكرر مره ثانيه احنا دورنا ان احنا نكشف الحقيقه لا اكثر لا اقل. فاتمنى بس عدم المزايدات على دور الاعلام، لان الموضوع زاد قوي يعني. عندك على كل حال احنا مستمرين لغايه مش عارفه احنا اللي رحنا قلنا لهم يعني ما علينا. صحيح. لا وبعدين يعني هل هم بيفتروا؟ يعني هو نهوان دلوقتي بتقول هل ده افتراء من الناس؟ بعدين طيب دلوقتي في مشكله موجوده فنحلها، حتى لو كان العدد مش رقم كبير، لانه سياده اللواء بيقول انتوا بتهولوا، ما فيش حاجه اسمها تهويل. مين احنا يعني؟ لو مين احنا اللي بنهول؟ الفكره حاله انسانيه واحده، حاله انسانيه واحده موجوده هناك، من حق الاعلام ان هو يسلط الضوء ويعمل فوكس عليها ويركز ويطلعها للناس. على اي حال هنتابع مع حضراتكم مع رئيس الحي، ولو عرفنا نعمل في اي وقت على مدار الحلقه يا ريت، مع رئيس الحي حتى لو معانا خبر تاني يعني جميل. نتوقف كده عشان بس ناخد المكالمه، لان الموضوع مهم جدا. مهم جدا عزبه المفتي زي ما احنا شفنا، وهنتابع مع حضراتكم الموضوع ده على الهواء.